السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله كده بسيطه وسريعه علشان الناس بقى المستعجله او الناس اللي بتصحى متاخر وكده. انا طبعا صحيت متاخر فما لقيتش غير الاكله دي، يعني سريعه ومش هتاخد وقت. هنعمل النهارده لحمه وهنعمل رز جنبيها وكمان شويه ملوخيه في السريع كده علشان طبعا صحينا متاخر. حطيت ميه غلي كده زي ما شفتوا معايا، وبعد كده نزلت فيها اللحمه وحطيت عليها شويه من الفلفل الاسمر وكمان معلقه من السكر علشان تستوي معايا بسرعه، وسبتها كده مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي زي ما انتوا شايفين. وبعدين هنا جبت كده الرز، انا هنا معايا نص كيلو من الرز، حطيت طبعا الزيت في الاول سخن معايا، وبعد كده نزلت بالرز وبقلبه كده في الزيت. لازم نقلبه شوية حلوين علشان الرزاية تبقى حلوة كده ومفلفلة. وبعد كده هبتدي بقى ان انا اضيف على الرز المية. انا هنا زي ما انتم متعودين او للي اول مرة بيتابعني او بيشوفني، انا مش بعاير الرز، يعني مش مثلا بحط عليه معلقة كوبايتين، اقول لك مثلا النص كيلو بياخد كوبايتين بياخد ثلاثة، لا انا بحط المية يدوب كده بتغطي الرز بتاعي تمام كده. ولو انتوا حابين تستبدلوا المية بشوربة، شوربة اللحمة اللي انتوا عاملينها برضو مفيش مشكلة، بس شوربة اللحمة هتطلع لكم الرز غامق سيكا، يعني مش ابيض كده فاتح زي ما احنا متعودين عليه، لا هيبقى غامق سيكا، فاحسن يعني انكم تستخدموا المية. بعدين بعد ما حطيت المية حط طبعا شوية من الملح وديه كده تقليبة واغطيه لحد لما يتشرب، وبعد كده اوطي عليه النار خالص علشان يستوي على الهادي. اهو خلاص كده قلبنا كده زي ما انتم شايفين، وهنبتدي بقى نغطيه ونسيبه بقى مع نفسه. خلاص كده يا ست كفايه تقليب، معلش لازم كل حاجه برضو تاخد حقها معانا. دلوقتي بقى هنبتدي نعمل مع بعض الملوخية بتاعتنا. انا هنا حطيت حوالي 4 كبشات كده من الشوربة، ما تزودوش علشان لو الشوربة زادت مش هتعرفوا انكم يعني تحل. لو الشوربة زادت وعملنا الملوخية ولقيتوها يعني مش تقيلة كده وخفيفة مش هنعرف ان احنا نتحكم فيها، لكن لازما نحط شوربة قليلة، ولو الملوخية حسيناها تقيلة هنزود تاني شوربة مفيش مشكلة، لكن لو من الاول حطينا شوربة كتير مش هنعرف يعني نحل المشكلة دي خالص. خلاص كده حطيت الشوربة وسبتها طبعا لحد لما الشوربة غليت، وبعد كده نزلت عليها بالملوخية. الملوخية دي انا كنت عاملاها وحطاها في الفريزر، وبعد كده الملوخية خدت غلوة غلوتين بالكتير قوي وشلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. تمام كده ما نديش الملوخية يعني نغليها كتير علشان ما تبقاش طعمها مش حلو، هي مجرد انها بتاخد غلوة واحدة او اتنين وخلاص كده بنطفي عليها. وبعد كده بنعمل بقى الطشة بتاعت الملوخية. معايا هنا كده معلقة من السمنة، احط على معلقة السمنة ديت حوالي كده معلقة من الثوم المفروم. تمام كده اهو انا معايا هنا الثوم مفروم، الثوم ده برضو انا عاملاه معاكم قبل كده على القناة ومفرزاه وعاملة فيه كل حاجة، فيديو كان عبارة عن تفريز الثوم والبصل. خلاص كده هبتدي بقى ان انا اقلب التومة بتاعتي كويس في السمنة لحد لما تاخد لون يعني ذهبي كده بسيط، وبعدين هحط عليها معلقة صغيرة من الكزبرة واقلبها بقى برضو مع الطومة كده والسمنة. يا بقى مش عايزة اقول لكم الريحة كانت عاملة ازاي، كانت رهيبة اهو زي ما انتوا كده شايفين. خلاص كده كفاية يا بنتي، وبعد كده هننزل بقى على الملوخية بالطشة بتاعتنا. اللي بقى بيحب ان هو يشهق في الطشة يعمل اي حاجة في الطشة مفيش مشكلة، بس برضو لو ما عملتيش كل ده هتطلع معاكي جميلة جدا جدا، ويعني مش عايز اقول لكم هي خطيرة. في ناس كتير الملوخية دي مش بتنجح معاها او بتسقط منهم، فهي سهلة جدا جدا وبسيطة زي ما انتوا كده شايفين. بقلبها كده كويس، وطبعا بحط لها الملح بتاعها وبسيبها ما بغطيهاش،
ما بنغطيهاش خالص، لو غطيناها هتسقط مننا، لازم نسيبها كده من غير ما نغطيها لحد لما تبرد، وبعد كده نغطيها ومفيش اي مشكلة. خلاص كده الرز زي ما انتوا شايفين استوى معانا ومفلفل كده وجميل بالشكل ده، بصوا تحفة كده. يعتبر الاكل بتاعنا خلص. يا ريت بقى لو وصلتوا لحد هنا متنسوش تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة بتشوفوني، اهم حاجة اللايك يا جماعة. ودلوقتي الملوخية اهي بتاعتي برضو جاهزة، واللحمة كمان شايفين كمان اللحمة تحفة ازاي، والشوربة بتاعتها لونها ذهبي كده وجميل. وده الرز، بصوا بقى جمال الملوخية، يعني اكيد ما فيش حد ما بيحبش الملوخية، يعني دي عشق للجميع. يعني شايفين لونها اخضر كمان وتحفة ازاي. بصوا الجمال، وهي سمكها حلو، لا هي تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، سمكها مظبوط جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما كنتش طولت عليكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد على خير. مع السلامة. بصوا كمان لون الشوربة تحفة. سلام عليكم.